الشكري على قطر أن نبذ الكامل للإرهاب والتدخل السلبي في شؤون الدول العربية. قطر: تعرفنا إلى المتورطين في اختراق وكالتنا. عقد جديد لقطر مع شركة أمريكية لتوثيق علاقاتها بواشنطن. خبير دولي: تمويل قطر للإرهاب مثبت ومعاقبتها مسألة وقت. المعارضة القطرية: الدوحة تحاول شراء حصة كبيرة من واشنطن بوست. محللون يمنيون للاتحاد: كلمات تميم تؤكد حرص الدوحة على توطيد العلاقات مع طهران. وثائق أمريكية: قطر عززت الانقسام بين السلطة الفلسطينية وحماس.